بقول لك يا باشا أمر، ما تعرفش بزوبي يروح رشيد من غير ما يعدي على الطريق الدولي؟ انت هتتشرط يا عم تركب وتخلص. خلاص يا عم انت هتضربنا، انا سامع ان الاهالي بيطلعوا على الطريق ده يعني ويقطعوه. لا ما تخافش، من يوم ما دخل عليهم الامن المركزي دهسهم، حرموا يعملوا كده. اركب يا عم، فاضلنا فرين ونخلص. طب تمام، معلش سؤال تاني بس. أمر، ما تعرفش بزوبي يروح رشيد من غير ما يعدي على الطريق الدولي؟ يا جدعان خلصونا. اركب يا عم. اهو اركب رشيد. رشيد رشيد رشيد. يسر لي أمرك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هو بيتنا. ياما! عاجبك كده ياما؟ يرضيكي اللي محمود عمله؟ مشي من غير ما يسلم عليا. اه والله. طب حتى لو شافع مزعله، طب مش مفروض يقعد بقى ونتكلم ونتعاتب؟ لكن ازاي ابنك اتقمص وزعل وساب بورسعيد كلها باللي فيها؟ اسمعي بقى يا بنتي يا تحيه، ما توجعيش دماغي انت واخوكي، كل ما اسالك تقولي لي ما فيش حاجه، ده كان سوء تفاهم بسيط وعد. اساله هو يقول لي ده شالوني على رؤسهم من فوق وكانوا معايا زي الفل، انا بس اللي ما سلكتش في البلد وما حبيتهاش. اسمعي بقى اما اقول لك، عايزين تحكوا احكوا لي وهاتوا من الاخر، وما تفضلوش توجعوا في قلبي. والله ياما مفيش، الموضوع بسيط. انا هحكي لك بقى وامري لله عشان ما تفتكريش ان انا قصرت معاه في حاجه. مالك يا بط؟ مالي؟ الله، ما انتش عارف مالي؟ في ايه ياما؟ الله، في ايه ياما؟ واحده من الشارع يا كلب. الله، ما انتش خايف على نفسك من ايه؟ تكون متنيله عينه وعندها ايه؟ خلاص وتعصايه ها؟ هو ده اللي انا علمته لك؟ وبعدين انا مش مفرجاك على فيلم الحب في طابة عشان تتقص؟ ما اتعصتش ليه يا كلب؟ اعمل ايه بقى ياما؟ ما بعرفش اكسر للشيطان كلمه. شيطان شيطان يا كلب يا مجرم. خلاص بقى ياما، هي دي التربيه اللي انا مربيها لك؟ خصية عليك. ما تهدى يا بطة. انا مش ههدى، مش ههدى غير لما تروح تكلم اختك وجوزها وتعتذر لهم كمان. ايه ده؟ الناس فتحوا لك بيتهم واكرموك اخر كرم، هو ده جزاتهم؟ ما ينفعش تعاملهم كده ابدا. حاضر حاضر يا ست الكل، هكلمهم وهبوس على راسهم كمان عشان تنبسط ياما. وبعدين ايه يا اخويا الانعره بتاعتك دي؟ اديك رجعت يا اخويا الوجع القلب والايد البطاله. ايه، ما كنتش قادر تستحمل شويه عشان اكل عيشك؟ ولا لازم يعني يرفعوا لك القرون عشان تتبسط؟ اعمل ايه بقى ياما؟ فقري، ماليش في الطيب نصيب. وبعدين لو على فكره الايد البطاله طمني، حسين ظبط لي موضوع شغل الورشه بتاع اسكندريه، وبكره الصبح رايح استلم الشغل. اه، حسين ده بقى وقعته سودة. واكبر قوم فز يا ابن الكلب، عامل لي نايم. ورشه ايه اللي انت عايز تشغل ابني فيها بقى بعد ما كان بيشتغل في التجاره وبيكسب شيء وشويات؟ عايز تعمل ابني ميكانيكي؟ اه وقت. هعمل ايه بس يا حاجه؟ محمود ما هو موافق، انا رسول وما على رسول الا البلاغ. جاتك نيله في مجايبك المهببه، يلا قوم اتلم وروح صالح مراتك وافتح المحل اللي انت قافله، بدل ما انت قاعد كابس على قلبنا ومقاسمنا في لقمتنا. عاجبك كده يا محمود؟ امك بتعد عليا اللقمه اللي انا باكلها عندكم؟ طب صراحه يا حسين اكلتك جامده، ده غير انك ما تعشرش، ده موضوع تاني خالص.
إلا جامدة، ده لها في نص صينية البطاطس امبارح، لولا شلتها من قدامه ما كانش حد فينا لحق ياكل منها. هعمل إيه بس يا حاجة، ما هو أنت اللي طبيخك زي العسل والواحد بيبقى عايز ياكل صوابعه وراه. سلام يا خويا، كل صوابعك أنت وسيب الأكل لينا إحنا. تعرف بقى يا حسين بعد الجملة دي بالذات أنا لو منك ألم شنطة هدومي وأسيب البيت ده، أصل خلاص دي مرمطة. خلي عندك كرامة وهات بيجامة حسين. كرامة؟ هروح أصلي العصر أحسن. كرامة إيه؟ ده جبل لو ما بيحسش على دمه، هو ده عنده كرامة ده؟ خلاص بقى يا بطة، خلاص بقى يا أم هادي دي. بقول لك إيه، أنت كمان اللي أنت عايزاه أنت لازم تاخده وتروح تصالحه على أختك إن شاء الله حتى بالعافية، أنا مش ناقصة وجع قلب. حاضر يا أم. مش كفاية علي أبوك اللي عزم لي بكرة لجنة العمال على الغدا، وأنا بصراحة بقى ما عادش فيا صحة للكلام. ولا يهمك يا محسن حسين، أنا هكلم لك الضابط بتاع أمن الدولة يجي يلم عبد الناصر وأصحابه من الشقة. اضحكي بقى يا بطة. يا ابن الإيه وحشتني، بس برضو إزاي يا واد تروح تجيب واحدة من الشارع؟ ليه؟ رمرام؟ بقى بعد البت شيرين اللي زي فلقة القمر تروح تجيب واحدة من الشارع؟ هو أنت ما عرفتش إنها اتلبست؟ شيرين اتجوزت؟ الله، هي جت على شيرين، ربنا يسهل لها تساها كل خير يا أم. اتجوزت ايه يا هبل؟ بقول لك اتلبست، يعني لبسها عفريت والعياذ بالله. ايوه اما يعني اتجوزت جني، انا مش فاهم. ايه ايوه استعبط عليا يا اخويا، انت فاهم كل حاجه ونفسك ومنى عينك تعرف عنها كل حاجه، بس بتبين قدامي يعني انها مش فارقه معاك. ما ترحميني بقى يا ام. اللي قول لي يا حبيبي، انت مسافر امتى ان شاء الله؟ بكرة الصبح يا حاجة، قبل ما ضابط أمن الدولة يشم إن أنا هنا ويجي يزورنا. طب كويس، ألحق أنا بقى أعمل حلة محشي كرنب تاخدها لأحمد أخوك، أما أنت بقى يا كتة قلبي هعمل لك صينية رقاق. وأنا نفسي في ملوخية بالأرانب. أنت ملك أنت؟ اديله بالعصاية. اللي حشرك بينا. اديله بالعصاية. أنت ملك. أنت جبلة صحيح. يا حسين. أنا بعمل حلة. اديله يا أمه. أنت ما عندكش دم صحيح. يا جني يا طفص، أما بلاوي بتتحدف علينا. قوم لم شنطة هدومك، كرامتك اتبعزقت على الآخر. وبرضه ده مش هينسينا موضوعنا. العب البيجامة يا حسين. والله أنا ما قلتلوش يمشي ويسيب البيت. هو اللي سابه بمزاجه. وهو رجع بمزاجه. خلاص بقى يا هدى، مش عايزين وجع قلب. ما هو مش معقول يا محمود بقى، مش كل ما يزعل يسيب البيت، انا مش عايزاه ياخد على كده، دي ما تبقاش عيشه. انت هتفضل قاعد لي كده زي عزراء الربيع؟ ها؟ ما تثبت وجودك يا اخي، انشف شويه. بصي بقى يا بنت الناس، لو اتكرر موضوع انك تراقبيني ده، انا ما هيكفيني فيكي غير اطمر رقبتك. مش قوي كده. عندك حق. بصي يا هدى، لو اتكرر موضوع انك تراقبيني دوت، انا مش هسيب البيت، هقعد معاكي بس مش هتسمعي لي حس، هتكتم خالص، هتلاقي في وشك كومه كآبه، شلتت غتاته قاعده في خلقتك عشان تقرفك طول الوقت. يعني عاجبك اللي هو بيقوله ده؟ هاتك يا تهديد كده. بصراحه بقى الراجل عنده حق يا هدى، ولا انت عايزاه يطفش من البيت وينزل يدور على واحده في الشارع؟ ها، مش عايز افسر بقى، هتبقى عيبه في حقك. يلا سلام عليكم، اسيبكم تتصالحوا. خدوا بالكم انتوا بتتصالحوا. ها، كفايه جرمه العيال اللي واقف بره ده، اتصالحوا بس. اتصالحوا، ها، بالراحه. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حسين الان قوم تعالى معايا. شيخ اقعد، انت ما صدقت. خدي بالك من جوزك. سلام عليكم. حاضر يا محمود. مين الظابط اللي مسرح؟ ظابط مين يا ابني؟ يا ابني طب ظابط؟ يا ابني زي ابوك يا ابني، ما تعملش فيا كده، حرام عليك. يا لا اله الا الله.